النهارده هنعمل فراخ بالجزر والزيتون. هحتاج فراخ، جزر، بصله متقطعه صغير، بقدونس، زيتون، كركم، وجنزبيل، ملح، فلفل اسود، وشويه زيت ذره، مش شويه يعني زيت ذره. بسم الله، استنوا نبتدي. عايزه احط الفراخ. بسم الله. عايزه اقلبها الناحيه الثانيه، انا عايزاها بس تحمر شويه من على الوش. او الجلده بتاعتها تتحمر وبس كده. البصل، فلفل اسود، ملح، كركم، جنزبيل، قلب. خلاص كده البصل داب، عايزين ننساها. البصل اهو داب، فنزود عليها الميه. بسم الله. ولما تاخد اول غلوه نبقى نزود الجزر. نزود الجزر. بسم الله. وعملناها وخلصت. عملنا فراخ بالجزر كده، خلاص استوت. فاخر حاجه فيها بنعملها هي اننا بنزود زيتون. سيبها بس غلوه ونقدمها. بسم الله.